طيب لو تطلعوا رحلة في الصحراء لوحدكم ومطلوب تاخدوا حاجة واحدة بس معاك، أكل ومية، بندوية، لحاف عشان البرد. بص اقول لك على حاجه فاهمه اخويا، انا كل الرحلات اللي فيها فرهده اقول لك اصل طالعين كامب عشان نمشي، ما بحبش اي نوع من انواع الفرهده خالص. هتفسحني يابا ريحني يا بيه، ده سؤال افتراضي. لا احنا بقى افتراضي مين؟ افتراضي في عالمي، لكن ما تزيدي نقطه خلاف بيني وبين هو انت بتطيري في عالمك. ايوه اه نفسي اطير انا ليه؟ تاخدني تفسحني تقعد قعدني في الرمل وقعدني في كامب وخش الحمام في فندق من غير كهرباء وانا موبايلي يقطع ليه؟ لو انتوا هتطلعوا مصيبه. اه ماشي، اطلعوا على القمر، خلاص سيبك من الصحراء كده، يبقى ملوش لازمه. وهي الارض اثرت معانا في ايه؟ لو هتطلعوا على القمر كده مش هيبقى ليه لازمه البندقيه. تاخدي معاكي حله محشي ولا مكرونه بشاميل؟ مكرونه بشاميل. هطلع اطخ النجوم. لا لا خلاص مش اخد محشي احسن. طب اقول لك الثلاثه بس، حله محشي، مكرونه بشاميل، طلع على القمر تاخد محشي عشان اعزم بقى. ما وبعدين كنافه بال لا لا كنافه اجيب سكاكين منين انا على القمر؟ لا هو انت عايز اقطعي وكده عشان زمايلي بقى اللي في الفضاء يحدفلي صباعي، يحدفلي صباع كده. انما المكرونه وكل حاجات اللي فيها تقطيع انت محشي. محشي انت يا اسلام. وانا طالع القمر دمرت اللعبه. يعني بس ماشي، ده الافتراض بتاعنا صح. وانا طالع القمر اخد ايه؟ ما سؤال برضه سؤال صعب. هاخد معايا ملايات لان ممكن الفرش ما يبقاش نظيف. ما هتطير منه. هتطير في الفضاء. حاجه من التلاته. حاجه ايه التلاته؟ ايه التلاته؟ كنافه يعني كنافه بالمانجا؟ ايوه. ولا والله دي من عندك اقسم بالله. ولا محشي؟ ولا مكرونه بشاميل؟ مكرونه بشاميل. ليه؟ اقول لك ليه؟ عشان انا هبقى واخده محشي، مش معقول احنا لازم ناخد محشي. هنعمل غدا. اجيب فراخ معايا؟ انا هعمل غدا على القمر.